بطن ممتلئة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل حول حملها. حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها بوزن زائد مرتين خلال أسبوع. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. ممتلئة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل حول حملها. أحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد حفل الزفاف التي أحيته ليلة أمس الخميس 17 مارس في قصر بارن. ودخل جمهور شيرين عبد الوهاب في عدة تساؤلات بعد حفل الزفاف، ليس بسبب عفويتها مع العرسان، ولكن بسبب ظهورها ببطن ممتلئة، ما جعل البعض يتساءل حول حقيقة حملها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، لا سيما وأنهما منفصلان منذ فترة قليلة. وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل زفاف في قصر البارون ليلة أمس الخميس، وأحدث هذا العرس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب عفوية المطربة. وظهرت شيرين عبد الوهاب في حفل زفاف مندمجة لحد كبير مع العروسين، وأظهر العريس حبه الجارف للفنانة، فترك العروس وأصبح يرقص ويحتضن المطربة بشكل عفوي. وتألقت شيرين عبد الوهاب في حفل الزفاف بشكل انعكس من حالتها المزاجية العالية، ما جعل الحضور يهتف باسمها، فردت عليهم قائلة: شيرين ايه بقى، معرفش تحمي نفسيها. بسبب رد شيرين عبد الوهاب السابق، دخل جمهور شيرين في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن علاقة تليقها الفنان حسام حبيب بما قالتها، ماذا فعل معها وجعلها لا تقدر على حماية نفسها منه. وأثارت شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها في حفلها في الكويت، حيث انتشرت العديد من التعليقات بما بدر من شيرين بالحفلة. وتصدرت شيرين عبد الوهاب ترند جوجل بعدما ما أثير حولها في حفلها الأخير الذي أقيم في فبراير في الكويت، والذي أظهرت فيه شيرين وهي تبكي في بعض اللحظات. شيرين عبد الوهاب التي تعد إحدى المطربات التي يمتلكن صوتا شديد العذوبة والشجنة، دفعت الجمهور الكويتي للتعاطف معها بعد ظهورها وهي تبكي بحرقة، حيث أطلق الجمهور الكويتي هاشتاج بعنوان دموعك غالية يا شيرين. وكانت شيرين عبد الوهاب أثرت أيضا حالة من الجدل بسبب ملابسها التي ظهرت بها في حفلها بالكويت، حيث وصفها البعض بالملابس الرياضية، وهو الأمر الذي دفع البعض للهجوم عليها، ولكن هناك قطاع كبير من الجمهور يدافع عنها مؤكدا أن حالتها النفسية سبب رئيسي فيما تظهر عليه شيرين عبد الوهاب، حيث تعاني من حالة نفسية سيئة جراء ما تعرضت له في الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب. وأكد الإعلامي عمرو أديب أن إطلالة شيرين عبد الوهاب بملابس كاجوال غير مهندمة وزيادة وزن واضحة في حفلها الأخير بدولة الكويت تعكس معاناتها مما وصفوه بالكرب العظيم، ونشد جمهورها وكل المقربين منها دعمها نفسيا حتى تتجاوز هذه الأزمة. وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عبر قناة NBC مصر: شيرين ظهرت على المسرح بشكل مختلف مرتدية ملابس مختلفة وبكت أكثر من مرة، مشيرا إلى أن شيرين تحتاج من يساعدها وأنا وكل الناس، وإن شاء الله تخرج من أزمتها. وأضاف عمرو أديب: إحنا بنعيش أيام صعبة، وحتى ابتدوا دلوقتي يطلعوا لنا أبحاث عن الناس اللي يالها كورونا وإنه بيأثر نفسيا في الإنسان، وناس كتير بشوفها عايز يسيب نفسه يغرق، وأنا شفت شيرين كده عايزة تغرق ومش عايزة تقوم، ماشية زي الموج بمشيها ولما تغرق تغرق. وتابع: أرأيت تعليقات غريبة على إطلالة شيرين في حفل الكويت، ولو كل واحد وقف جنب واحد هيبقوا اثنين والمجتمع يقف على رجله، وهذه أصعب الأوقات التي يجب أن نقف فيها بجوار بعض. والد حسام حبيب يكشف المستور هذه أسباب طلاق شيرين. ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها وظهورها حليقة الرأس بعد يوم من تصريحات لافتة ومفاجئة لها. دخل والد الفنان حسام حبيب على خط الأزمة بين نجله وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، ووجه لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة وأنها سيدة خدوم والجميع يحبها، ومهما حدث فسوف يظل يحترمها ويقدرها. ووجه حديثه لشيرين قائلة:
شيرين انت حبيبة قلبي وحبيبة قلب 300 مليون عربية وحبيبة قلب حسام حبيبة، كلنا بنحبك سواء كنت مرات ابني ولا لا. وتابع شيرين كانت قريبة مني وبتسأل دايما عليا، كانت بتأكلني بأيديها وبتعزلنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلدها وجدع من عيلة أصيلة. وكشف والد حسام حبيبة عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، وأشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين لأنه شخصية طموحة وتعشق النجاح وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدة أنها لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحا في حياته. وبعد أن ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها وظهورها حلقة الرأس، خرجت شيرين عبد الوهاب بتصريحات لافتة ومفاجئة. وخلال تصريحات مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر، قالت: حلقت شعري عشان ما كنتش حلوة في عيون حسام حبيب، حلقت عشان لما يشوفني ما يشوفنيش حلوة. وتابعت: أنا حلقت شعري قبل يوم من طلاقي بيوم واحد، ولما شافني حلقة شعري فهم إني مش عايزة أكمل. واعترفت أنها ما زالت تحب حسام حبيب، مشددة على ذلك خلال حديثها قائلة: لسه بحبه، لكنها أردفت منذ البداية كانت ترى أن هذا الزواج غير مناسب، وذلك بسبب وجود فارق سنة واحدة بينهما، معتبرة أنه لابد أن يكبر الرجل المرأة 5 سنوات على الأقل. وشددت على أن الصلح بينها وبين حسام حبيب سيعد بمثابة المعجزة. كذلك كشفت أن والدتها هي أول شخص علم بخبر الطلاق، وكانت أكثر من يصر عليه، خاصة أنها منذ البداية كانت ترى أن الأمر بينهما أي شيرين وحسام حبيب لا يجب أن يتعدى الصداقة. والد حسام حبيب يرد على تصريحات شيرين من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين. وجه حسين كامل ولد المطرب حسام حبيب رسالة لابنه وردا على تصريحات زوجة ابنه السابقة شيرين عبد الوهاب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين، إذا حبتك حسدوك، وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك، وعلى المواقع صلبوك. وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب وجهت نصيحة للسيدات وتجنب حالة الطلاق المشابهة لطلاقها من الفنان حسام حبيب، وقالت: الراجل يفضل راجل حتى لو بيكسب في شهر 10 جنيه، والستة تفضل ست حتى لو بتكسب في شهر 2 مليون جنيه، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية. وتابعت شيرين عبد الوهاب قائلة: أنا لو جوزي شغال سواء تاكسي وساب لي 10 جنيه وقال لي ده ما قدرت يا بنت الحلال، هقول له على راسي وأبوس جزمته وحطها فوق دماغي كمان، لكن ملوش دعوة، أنا بكسب كام، أنا الست دي. وأكدت شيرين أن الرجل إذا شعر أن زوجته أعلى منه ماديا يشعر أنه شخص ضعيف، لكن الرجل يظل رجل كما هو، قائلة: بيفضل ذكر بقرشه وماله وعلى قد ما قدرته، عجبك يا بنت الحلال اهلا، مش عجبك دي ما قدرتي وروحي لحالك. يشار الى ان شيرين ظهرت مؤخرا في حفلها الاخيرة. والان اعزائي المشاهدين، اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة، ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال، واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات: ما هو سبب انتفاخ بطن شيرين عبد الوهاب؟ لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.